إشاعة عن الإشاعات اللي طلعت إن كان بيتقال في الوقت ده إن نادي الزمالك عزبة مرتضى وأولاده. سمعت المصطلح ده قبل كده؟ سمعته أكيد. ليه مش بتردوا؟ ما ردتوش ليه؟ هي بصي، هي فكرة عزبة إن في الآخر فكرة إن يبقى فيه عيلة مكونة من ثلاث أشخاص هما يعني بيشتغلوا في مكان واحد كعمل عام ومسيطرين على النادي، دي حاجة حقيقية وحاجة ما تعبش. انت بتعترف ان انتوا كنتوا مسيطرين على النادي؟ طبعا احنا المكان اللي بنديره ينسيط نبسط عليه سيطره 100% يا اما ما نبقاش موجودين. ان احنا هنتحاسب على ده والناس جابتنا عشان ده. وده على فكره اتكرر في انديه كتير، يعني نادي الاسماعيلي كان في فتره بتاعت العثمانيين اللي هو استاذ آل عثمان كلهم كان رئيس النادي ونائب رئيس النادي ومشرف على الكوره كابتن ابو جريشه، دي حاجه بتحصل عادي. وكل واحد من حقه ان هو يجيب بس ده بيحصل في الاهلي؟ بيحصل في الاهلي. امتى؟ كابتن صلاح سليم وكابتن طارق سليم. كابتن صلاح سليم كان رئيس النادي الاهلي وكابتن طارق سليم كان مدير كوره. طبعا دول اساطير بالنسبه لي، يعني دول ناس بالنسبه لي. يعني في اي امثله تانية غيرهم في الاهلي التجربه دي حصلت؟ بس انت برضو بتتكلم على ناس يعني اساطير فعلا يعني وقدموا كتير للأهلي. طبعا تمام. يعني انا مش شايف ان لازم يكون عندنا العقده بتاعت ان لو حد نجح في مكان يبعد يعني اسرته او يبعد. ما هو يعني انت مش مع كده؟ مش مع كده. ما لا، انت لو حد نجح في مكان عادي مفيش مشكله. ممكن ابقى انا واخويا بنحب الزمالك لان احنا اتربينا في بيت واحد، بنحب الزمالك حب انت بتحبه لدرجه ان انت بتصرف عليه من جيبك. صرفت؟ طب انت بتقول ان انت ما خدتش ولا جنيه من الزمالك، صرفت عليه قد ايه؟ لا كتير. كام مثلا؟ مش هقول رقم بس ملايين. يعني ملايين كام؟ مليون؟ وملايين دي انا معيش ملايين كتير، بس ممكن كنت وصلت لمرحله ان انا لو انا محوش حاجه وفي لعيب معين، انا مثلا اللعيب ده محوش فلوس، انت فلوس وديعه مثلا، عامل وديعه سيفنجز بتاعتي وفي لعيب معين انا عايز انجح، كنت عايز انجح وعايز يعني انجح في سن صغير. فكان بالنسبه لي ما عنديش اي حاجه في حياتي غير المكان ده انا اتحطيت فيه، المكان ده انا كنت بحلم ابقى بلعب فيه كوره. فانا ما بقتش بلعب فيه كوره، انا بقيت بدير الكوره في النادي كله. بقيت حاجه اكبر بكتير من انا كنت بحلم بيها. فانا جوه الموضوع، فجوه الموضوع دي انا هصرف اي حاجه. يعني مثلا فاينل افريقيا، البطوله اللي احنا خسرناها قدام النادي الاهلي، البطوله دي بدات بماتشات تمهيديه لحد ما وصلنا للادوار الاقصائيه لحد ما وصلنا للفاينل. الرحله دي كلها فيها 10 12 ماتش. ال 10 12 ماتش دول كنت بعمل مكافئات من جيب اللعيبه. كنت بتعمل مكافئات من جيبك للعيبه؟ اللي يجيب اجوال يعني. لعيب معين محتاج اديله موتيفيشن ليه هو لوحده، وعارف ان هو عنده ظروف خاصه وعارف ان هو بيبني حياته دلوقتي، هو لعيب صغير مثلا بس احنا دلوقتي معتمدين عليه. يعني لعيب شاطر والظروف خدمت ان هو لازم هو اللي يلعب. يعني احنا مثلا فاينل افريقيا، احنا لعبنا نهائي افريقيا. اخمن اللعيب ده؟ انا ممكن اقول لك اسماء عليهم، اخواتي كلهم. يعني ما انا مش بعايرهم ولا. انت في لعيب معين كنت عايز تحفزه، فكل ما يجيب جوال كنت بتقوله لو جبت جول هديك مبلغ فلاني، صح؟ صح؟ لعيبه كتير. كنت بتزيله كام؟ 100,000 في الماتش. لو كسبنا ماتش هديك شيك ب 100,000 جنيه تروح تصرفه بعد الماتش. هديك 70,000 جنيه وتديهوله. اديهوله وروح يصرف. مين اللعيب ده؟ كتير. مصطفى محمد، كهربا، اوباما. كهربا ليه كنت احمد ليه كنت بتشجع كهربا وبتديله لما تقوله لو جبت جوال لو كسبنا هديك شيك بكذا؟ ليه؟ علشان كهربا كان لعيب مهم جدا في الزمالك بس المرحله اللي احنا بنتكلم فيها دي كانت 2018، لان كهربا لعب في الزمالك اول سنه معايا وبعد كده حصلت المشكله ان هو هرب وراح نادي تاني.